أمي بنا بحوا لغوان كرا بنا بحوا لغوان كرا غضب كلا واتنات تستوركا أي فصحى أي قف كمواد كأن بنا بح أو فكر ديسي أو أفكار تيس كشوف بدين كرا وقبته لكن واقور ما حد حردان ما حد اللقطة مع الوجرة نحو هاي وحا ها إسكولات كي على حري عف ما دحوم أجرة أنا يا دي قال أسا أكلف وقانشو أسميه هينو تحدر كي انت هذلك لكن إن محوة هاي دتكي سكبوغان ويسيما دينو محوة هاي محوة هذا لو راح بدأني دول دي مركة أرما هاس إيو أرما أمني قبو حوقة يسار يسار واي 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 دين مال ويد سقال يتمنك وحيد عاي مدهراتك مدهرات عيدا للصعودو الدنيا كم هو ده دولة هل عيدا إلى هذا هل عيدا إلى هذا دولة دولة لب عيدا أو سكوري ما ذي شو محوها هاي أنا هو أو مظاهرات نسميني شو ما ولا بد عيدا يك كلا أمر قاتان أو سحب ضينا حبض هل لنا بس كم لأي شو و محوها هذا ما له وقت لا بد لنا عبد ذاك أنت لا بد لنا لا بد لنا عيا وأمر كأرمها سئل الله حليه إن محوها هاي بلاي لما هركعوا بلاي لما هركعوا مركا أنا وحان غوا إن محوها هاي لس حددوا دورشة هلا قبتن دي بنا بح وكسلسين يعني ودورش بيك من ربعان واي 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 دا عيسى دولة فرر كمسؤولين تي هذا ما هو حديدا دول دو لو دول الجوالات أي سيد لبر الله شيء بولاندي جبلاندي ليرا له واحد جديد دورشة إنه ييجيهين أيضاً هذا ده بيش عالم كنا ملير هذا محوها يا كم مقر وهاي مرة دي مدحويني هذا كأي ورك جديدين أو هذا أمر جديد أي ده عادي أمر جديد ده ودمبي لكن هذا حلقي أندبي وسرعة له لما قال وهاي ده قال كهذا يشوف بيك صعبة أمر جديد كتمت أو مكلا تكرر أمر جديد كتمت وحي ودويين لما كان ديدي يعني محوى دور شيئين لقب تديدي وحي ودويين ملا سوماليا أيا تريسو أو تريسو إن محوى هدل كان دقال أسكر دعين مرور بدولد أنا قاعد أن كميت كاهي دولد مركل الله بارلمان كان دولد دولد أنا قاعد أن كميت كناهي مرنا مؤقرين دل كان ينس دقال كدو دولد حي أمسنتها أفرتي سنة من دور شلال إن دورش لغبت لكن دورش ضد باديتن دولة ما تيتن هذا يطلع دولة تهاي تضوي إلى وقتك ديسمبر دورش ده وصل ماله ولا لو أرنت أسوالة صعدة شل ده أنت نحن كهالي ضد سومالي هذا مش دبعت إكسو قادي حولنا لو حلي شيء أري بقولكم جاري بقولكم أنف أري جاري واقعتين صدق إيشن كن أجيله وهو حريسيه كريين وكبين وانت قول لحيسو حدود كهير شبال شبال هذا دحي شبال هذا دحيشي شبال هذا واسي حد كليه إلا يبقى حد كباي انت قول لحيسو غوفرنر كي غوفر شبال هذا واسي وهلا يوادي زين زين قدومي سيدي قاد وشرحي حلقو بكو إلى وطن طول أغاركو دقموين أو دقمان وأي دل كان حلقي بربركي دقموي وين بنا أسكت سمي اسمه سيدا يقبر وين الليغا بلد أمين قوفان له دقموي وين وسمي اسمه حلقاس أو محو هاي وين أو شو على ده هو سكر لي أي محو هاي أي جوبين لك أي جوبين دتك كن ولا دتك هذا أنا 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 أي قارنة دوكتي قارنة أي فيلوين كي يري محوها دين ذي أو بيها
lagu soo saarnay ay motorka ka qaateen dadka oo may u baahayeen waxaan arkay meel lira yaqbru weyn oo ay xataa muxuu ahaay guriga intay gubeen dameeradii iyo wixii dadkina laga barakacay ma aha inay dadka ay joogaan dadkii hawdkii baadiyaha hawdkiisi ay waxay ku dhisteen daashdaash oo ay qaarna waa soo barakaceen oo walweyn inulkaan ayay hadda soo haab dhacay marka dawladdu waxay laga aan weydiisanayaa waxa weeye dadka meesha jooga xildhibaankoodii aanahay baarlamaanka soomaaliyeed ah xildhibaan waa in muxuu ahaay biidhaha mise loo baahan yahay oo laga hortago dadka deegaanadooda haddii meel bays ah loo heli karo lagu celiyo xoolahoodii al-shabaab ay haystaan in loo soo furto waayo dalkan ciidan aad leeyahay meesha xoolaha laga dhacayo waxaa jooga ciidankii kumandosaa joogo inay muxuu ahaay ciidankaas ay gurmadaan ay soo furtaan wixii dagaal ku dhintay xoolahaas waa lusma haysta laakiin wixii lasoo furan karo in lasoo furto in dadka dagaal ay diyaar u yihiin inay iska caabiyaan shabaab in la caawiyo oo muxuu ahaay la garab istaago dhiirigelin loo sameeyo marka dawladda intaasaan ka codsanaynaa runtii dhibaato weyna meeshaas ka dhacday 21 magaalo ayaa la gubay wax sahlan maaha oo u dhexaysa xadka shabeellada dhexe iyo xadka baay inta u dhexaysa oo muxuu ahaay shabeellada hoose ah marka dhul weyn waa dhul aada u weyn waaye dhinaca kale bakool ay xad la leedahay dhulka la gubay goomaan meesha la leeyahay dhinacaasay jirtaa marka shabaab iyo shacabkii deegaankaas waa is arkeen ilaahay allah subxaanah watacaala ciddiis guusha siiya dowlad dadkaas garab istaagta oo bixiyayda ka qayb qaadato ayaa loo baahan yahay baaqan u diraaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada amniga iyo gaashaandhigaba waxa weeye dadkaas hala garab istaago taliyayaasha ciidamada dadkaas hala garab istaago su-aal baa ka imaanayso meel muxuu ahaay aan 20 kilomitr aan dhammayn inay ciidamadii danab oo ugu xoog badnaa ay joogaan oo muxuu ahaay geeloodii geel lagu qaado saxmaha oo lagu gubo balladoogle waxay u jirtaa yaqbri weyne 20 kilomitr marka sax ma aha in laska daawado guriga gubanayo shabaab takrafalka intaas leega samaynayo ma garanayo anigu si ay wax yihiin laakiin wixii qaldan hala soco dabcan haddiiba ay ilaa hadda ay wax qabanin gaabis waa jira anigu ma ogi taallo lagu jiray hadda dabaabaad lagu jiray waro ma hayo laakiin insha allah waxaan rajaynayaa in muxuu ahay dawladda ay wax qabato oo khaasata ciidanka marka dawladda la sheegayo dawladda waa 3 hay-adood oo muxuu ahay dalka Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier